السلام عليكم، كيدايرين الاخوت؟ لاباس عليكم، الام هانيه، كلشي بخير، صح لاباس. المهم نختصر لكم واحد الموضوع اللي هو داير ضجه من شحال هذا، ماشي الله. هو شنو هو الحب؟ الحب يا اخوان، اختصر لكم عفوا 5 ثواني. الحب هو هذا، شتو هو حلال وان جاها شي حاجه اخرى اللي كان زينه، ما عندها حتى شي معنى، كيبقى غير تكست خاوي، اللي بغى شي حاجه كيقصد البال. مع العلم انني عندي 22 سنه والحمد لله متزوج بخير وعلى خير، وما كانت عندي حتى شي حاجه، لا دار لا طوموبيل لا كونت بونكير والو، حتى شي حاجه. توكلت على الله والحمد لله يجاب الله تيسير. لقيت واحد البنت بغاتني كيف ما انا، تقبلتني كيف ما انا، تقبلتها كيف ما هي، جيت لدارها مرحبا بيا، تيسر كلشي، تزوجنا، انا في داري دابا الحمد لله بخير وعلى خير. وانت شي حاجه اخرى، راه ما كايناش اللي بغيتها تجي لداركم، ما كاين لا هرب لا هادي، ما عنديش لا ما نقدرش لا كنفكر في هادي، غير جيتي تفكر في امور غتبقى في بلاصتك. قوم بالخطوه وربي راه كيشوف وغيسرك امور ان شاء الله. تحيه من واحد من خلال التجربه الذي اعيشها حاليا، يعني ماشي غير شي واحد، اما كنعيشها حاليا ان شاء الله.